يجوز للمرأة أن تزيل الشعر من جميع أجزاء جسمها، وهل يعد ذلك من التزين للزوج؟ جواب هذا السؤال أن نقول إن إزالة الشعر شعر المرأة من بدنها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منهي عنه بل ملعون فاعله، وذلك النمص، وهو نتف شعر الوجه كنتف شعر الحواجب لترقيقها وتخفيفها، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة. والقسم الثاني شعر مطلوب إزالته كشعر الإبطين والعانة. والقسم الثالث شعر مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والصدر ونحو ذلك. فالأولى في هذا القسم الثالث المسكوت عنه أن لا يزال الشعر، اللهم إلا أن يكون كثيرا تقبح به المرأة فلا بأس من تخفيفه، بل إن تخفيفه إذا كان أدعى لمحبة الزوج لها أحسن وأولى. وأما إذا كان غير كثير ولا مشوه فالأفضل إبقاؤه على ما هو عليه، لأنه يخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولكن لا يصل إلى درجة الكراهة أو إلى درجة التحريم، أعني إزالة الشعر من الساقين والذراعين والصدر ونحو ذلك، لا يصل إلى درجة الكراهة أو التحريم لعدم ورود النهي عنه، فهو من الأمور المسكوت عنها، ولكن الأولى تركه إلا أن يقبح المرأة. نعم. وإنني بهذه المناسبة أيضا أحذر بعض النساء اللاتي زين لهن الشيطان سوء أعمالهن من إبقاء الأظفار وتطويلها، وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط، لأن ذلك خلاف الفطرة وخلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأمته في الأظافر والعانة والأبط والشارب للرجل ألا تترك فوق 40 يوما. ومن العجب أن يزين الإنسان سوء عمله فيلقي هذه الأظافر التي تجمع الأوساخ والأنتان وتشوه المنظر وتلحق الرجل بمشابهة الحبشة، فإن الحبشة هم الذين يعطون أظفارهم لتكون مدا لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة، فلا يليق بالإنسان أن يفعل هذا، ولا يترك الظفر ولا العانة ولا الأبط ولا شارب الرجل أكثر من 40 يوما. نعم.